بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد الفعل اللي جيت اللي هو بمعنى يحصل على، لما يجي بعده حروف جر بريبوزيشنز يتغير معنى. جيت باي يعني يدبر حاله، جيت ات سمون يعني ينتقد، جيت داون تو يعني يبدأ بجدية فيه، وجيت انتو ترابل يعني يقع في مشاكل، جيت باك تو يعود إلى، جيت تو يصل إلى، جيت راوند تو يعني يدرك عمل شيء. طب وجيت سمثينج يعني يوضح أو يشرح شيء، جيت سمثينج أكروس. جيت أون ويز سمون يتوافق مع شخص، جيت أوفر سمثينج يجتاز محنة أو مرض، جيت توجذر يعني يتقابل، جيت تو جيت اون يعني يركب، جيت اوف ينزل، وجيت اب يعني يستيقظ. ناخد اسئله على الفيرب جيت. تشوز ذا كوريكت انسر، اختار الاجابه الصحيحه. نمبر 1، اف اي جيت نوت ليت ماي ماذر يوجوالي شاوتس ات مي، يعني لو انا ايه متاخر امي دايما بتزعق فيا. يبقى نقول ايه؟ get back، الفعل ايه؟ get back اللي هي الاجابة الصحيحة دي، get back. 2، he not after a long sleep يعني بعد نوم طويل. يبقى نقول he got up ولا got at ولا got by ولا got over. يبقى got up يعني استيقظ. نمبر 3، he decided to get not to his village and start a new life، يعني هو قرر يعود الى قريته ويبدأ حياة جديدة. يبقى he decided to get back، الإجابة الصح back، get back. نمبر 4، the exam is next month، الامتحان الشهر القادم. we must not work soon، يجب نبدأ. يبقى get down to يبدأ بجدية. نمبر 5، منى كوت أباد كولد، منى عندها برد. but she is getting not it now، get over، get over يعني بتجتاز مرض. get over الإجابة إيه؟ get over. ولا لقاء بفيديو آخر، والسلام عليكم وشكرا.